السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج السينكرو مع بعض، ازاي اربط العناصر بالجدول الزمني وخلاها تظهر في وقتها. احنا قلنا ان احنا عشان ندخل الجدول الزمني وندخل ال 3D، باجي هنا بقول له امبورت وبدخل على 3D، بدخل الموديل 3D وببدأ اربطه بالبروجكت XML او بالبرومافيرا. طيب بعد ما ربطته ممكن ابدأ اربط العناصر اللي هنا بالتواريخ ديت. تمام، هاجي هنا مثلا على الجزء دوت وهربطه مثلا مع التاسك ديت. هاجي هنا اضيف ده للريسورسز وابدا ادي له الاسم اللي انا عايزه واقول له فينيش، وبعد كده اجي هنا اقول له اساين تو سيلكت تاسك. بدا يديني اللون الاخضر لان ده في اول مشروع. زي ما احنا شايفين ده التاسك ستيتس، هجيبها من نافيجيتور هلاقي تاسك ستيتس. هي لما تبدأ هتاخد اللون الأخضر، لما تنتهي هتاخد اللون الأزرق، وأقدر أغير اللون من هنا، تخلي لون فوشيا، معرفش لون فوشيا أن درجة من دول. طيب وبعد كده مثلا هاخد ديت، هختار مثلا السقف دوت. تمام، وهقول له ريسورس، هقول له ريسورس ويزارد، وبعد كده هضيفه لسيلكت تاسك. تمام، اختفى لان هو مش معاد دلوقتي، لسه قدامه. يعني هو المشروع هيبدأ يوم 20/6/2008، والمهمة دي لسه هتبقى في 4/7، فلسه الوقت بدري، فهتختفي لحد ما تيجي وقتها. تمام، تعالى مثلا هنا وابدأ اعلم على العناصر اللي مرتبطة بالتاسك ديت، واجي هنا بس رايت كليك واقول له ريسورس ويزارد على اساس ان احنا ننظم الشغل بتاعنا، وبعد كده هقول له اساين تو سيلكت تاسك، هتلاقيها اختفت. وهكذا تبدأ تختار العناصر اللي انت عايزها. لو عملت حاجة غلط ممكن تدوس عليها مرة تانية هتختفي معاك، واقول له دي كلها ريسورس ويزارد. نبدأ بقى نشغل الجدول الزمني بتاعنا. نشغله منين؟ هروح للفور دي ريفيو، موف تو ستارت، ده البلانت، ده الستارت، ده الفينشت. فده برضه هعديله مثلا لون بالشكل ده كتجربة. دلوقتي هقول له من فور دي ريفيو هقول له موف تو ستارت، وبعد كده اقول له بلاي، فيبدأ الجدول الزمني يمشي. الحاجة اللي هيجي وقتها هتبدأ تظهر قدامي، تبدأ تلاقي فيه العصر، هتبدأ تظهر معاك بالشكل دوت.